ممكن الزغلول ده كده ممكن يوصل ل 700 او 750 جرام، ما شاء الله اهو. والصلاه والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. موضوع حلقتنا النهارده باذن الله هتكلم فيه عن الحمام اللاحم، وازاي انك انت تقدر تشتري حمام لاحم بيور من غير ما حد يضحك عليك. مش هتكلم عن المواصفات اكتر كمان، لا هتكلم على المشاكل اللي ممكن تواجهك كبدايه مشروع ممكن تبداه في الحمام اللاحم. الحمام دلوقتي فعلا هي رقم واحد في مصر، يمكن رقم واحد في الدول العربيه كلها. حمامه طبعا اتحبت لدى الناس لسرعه انتاجها بقى، شكلها الحلو، لمواصفات كتير جدا ممكن تلاقيها في الحمامه، زائد ان هي لو ربيت منها ممكن تاكل منها، تبيع منها برضو. احسن طبعا من الحمام البلدي كلحم، احسن من الحمام الرومي كانتاج وكلحم برضو. ده باذن الله هنتكلم فيه على الفيديو، ولكن في بعض الحالات ممكن تقابلك او بعض المشاكل بمعنى صح ممكن تقابلك من خلال شرائك للحمام. مثلا هي انا ممكن اشتري حمام لاحم، ولكن طبعا بعض التجار دلوقتي مثلا ممكن يجيب لك مثلا 10 اسس لاحم ويرمي في وسطهم خمس اسس حمام ابيض وخلاص. في الوقت الحالي اللي احنا فيه لو حد قال لك انا ممكن اوفر لك كل اسبوع 100 جوز لازم تشك في الموضوع، استحاله هتلاقي الحمامه بيور 100%، مفيش العدد ده، صدقني العدد ده مش موجود، فما تجريش ورا صلاه. اذا بقى لو واحد بيصفي ولا حاجه زي كده فبيلاقي عنده بس 100 جوز، فهو ده اللي ممكن ان احنا نبدا نشتريه. غير كده يا جماعه مفيش الكميات الرهيبه دي. احنا طبعا يمكن انا اول ما بدات ان انا الم حمام من هنا ومن هنا، وصلت مثلا ل 150 جوز. والله العظيم دلوقتي انا صفيت دلوقتي واصل دلوقتي حوالي اقل من 70 جوز، يعني انا الحمام اللي عندي دلوقتي اقل من 70 فص موجودين عندي. في بعض الحمام عندي والسلاجات لسه هي فاضيه، فمش لازم ان انا اوصل للعدد ده مره واحده. اهم حاجه ان احنا نحافظ على السلاله ونجيب الحمامه بيور. الناس اللي هي بتقول لك مفيش هنا في مصر حمامه بيور، لا، في حمامه بيور 100% وحمامه نظيفه، بس طبعا التجار هي اللي بوظت الحمامه بسبب الحمام اللي هو الابيض اللي بيدخله على الحمام اللاحم او التهجين اللي بيحصل مع الحمام اللاحم. وعشان ما اطولش عليكم هنشوف دلوقتي باذن الله ازاي تقدر تشتري الحمامه اللاحم البيور. هنجيب مثلا فرد كده من عندنا يا جماعه، وانا انتظرت الفرد ده كده. اول حاجه يا جماعه في مواصفات ظاهريه وفي مواصفات غير ظاهريه. المواصفات اللي انت ممكن تشوفها والمواصفات اللي انت ممكن ما تشوفهاش اللي انا هحكي عليها دلوقتي وهنشوفها دلوقتي باذن الله. اول حاجه يا جماعه هتلاقي طبعا الجفن بتاع الام من بره، هتلاقي في الحمامه يا اما وردي يا اما ابيض، تمام؟ الاثنين برده شغالين مفيش فيه مشكله. الحمامه المنهار بتاعها اللي هو ده العظم بتاعها اهو كده، العظم بتاعها هتلاقيه في منتصف العين، تمام كده يا جماعه؟ العظم بتاعها اللي هو ده هتلاقيه في منتصف العين. الحاجه الثالثه تلاقي الدرب بتاع العين من جوه باكم، ولكن في الشمس هتلاقيه طبعا في خط مايل للحمار، مش احمر قوي، مايل للحمار. ده ممكن تشوفه في الشمس، يعني لو جبت الحمامه في الشمس هتشوف الداير اللي هو بتاع الدرب بتاع العين هتلاقيه احمر. طبعا الحمامه مفيش في جسمها اي ريشه سوداء طبعا، ولو اتواجدت ريشه سوداء يبقى الحمام ده مش لاحم. الصدر العريض طبعا، الرجل العاليه وقفته عاليه. في بعض الحمام اللاحم برضو الرجل بتاعته ما بتلاقيهاش عاليه، ولكن حمامه بيور، فده برضو مش هيبقى الشرط الاساسي، يعني ما تلاقيهاش طبعا راكسه على الارض قوي زي الحمام البلدي. طبعا في حمام لاحم حجمه كبير وفي حمام حجمه صغير، ولكن هو الحجم الاساسي بتاعه اللي هو يعتبر اقوى من الكريزلي وتحت الرومي، يعني ما بين الكريزلي مثلا، ما بين الحمامه الكريزليه طبعا حجمها بيبقى كويس، طبعا بيبقى اقوى منها شويه واضعف من الرومي نسبيا، يعني زي يعتبر زي الحمام اللي هو الحمام التلتينات. طبعا ما بتلاقيش طبعا في ريش في الرجل بتاعت فرد الحمام بتاعنا، بتلاقي الرجل كلها طبعا مايله برضو للون الوردي مش الاحمر اللي هو الغامق اهو كده. الرجل بتاعته ما بيبقاش فيها اي ريش، الضوافر طبعا بتبقى بيضه اهي كده، ما بيبقاش طبعا في ضفر اسمر. العظم بتاعه ما بيبقاش اللي هو العظم برضو لا هو اللي مخنشر قوي تخين
ولا هو الرفيع، يعني عظم وسط العظم بتاعه بيبقى لونه وردي تمام، نفس الجفن بتاعه. الفرد ما بيبقاش طويل، ما بيبقاش طويل قوي ولا بيبقى قصير، بيبقى برضه فرد وسط تمام. يمكن دي طبعا المميزات اللي هي بتميز الحمامه البيور. السرد طبعا عريض، زغلولها طبعا بيبقى حجمه كويس جدا. الحمامه طبعا يمكن في ناس بتقول لاحم، عشان طبعا اللحم اللي هو طبعا بيبقى في الزغلول بتاعها او ان هي بترمي لحم، وفي لاحم ان هو بيلحم العش في العش. الاثنين صح على فكره. يمكن انا كنت بعارض في الاول خالص بالنسبه للحمامه، او ان انا ما كنتش جربتها، ولكن فعلا هي الحمامه طبعا بتلحم العش في العش نظرا لشده الخصوبه بتاعتها. وهنشوفها دلوقتي باذن الله دي المواصفات اللي هي المواصفات الغير ظاهريه. خلينا بقى نشوف دلوقتي الحمامه على الطبيعه ونشوف المواصفات الغير ظاهريه مع بعض ان شاء الله. المواصفات الغير ظاهريه يا جماعه اللي احنا هنشوفها مع بعض، مثلا كده في زغليله ايه تحت القص ده، وادي النتايه طبعا الرقده فوق على حصى، ممكن قربت خلاص الحصى كمان يفك بتاعها زي ما احنا شايفين كده. طبعا ده بيرجع لنسبه او شده الخصوبه عند الحمام ده بالذات، يمكن هو شديد الخصوبه لدرجه انك انت ممكن تلاقي الزغاليل دي على 4 شهور بالظبط تبدا ان هي تشتغل، يعني على الريش الرابعه يا جماعه ممكن الاسوس دي فعلا تشتغل وتنتج معاك. الزغلول بتاعها كويس جدا ومناسب اللي هو طبعا اللي احنا اتكلمنا عليه، اللي هو الحجم بتاع الزغاليل اهو زي ما احنا شايفين ما شاء الله. يمكن الزغلول ده كده والله، طبعا القص اصلا اللي انا محضن تحتيه ده قص كيرنو، يمكن الزغلول ده كده ممكن يوصل ل 700 او 750 جرام ما شاء الله اهو. ولكن طبعا انا محضن تحتيه قص زغاليل تاني، ممكن مثلا ده كده بالنسبه لده يوصلوا لحوالي 600 جرام مثلا، النتايه ممكن تبقى 500 450. نشوف بقى حاجه تانيه دلوقتي برضو عشان ناكد معلومه كلامنا. عندنا مثلا كده يا جماعه القص ده اهو تحتيه زغاليل يمكن لسه مدبسه، وادي النتايه اهي راقده. طبعا انا مش عايز اقومها او ده الدكر كمان، ده النتايه. يمكن احنا شايفين طبعا هنا مثلا ايه الحجم بتاع النتايه مش كبير جدا، ولكن هنا عندي الزغاليل هنا بتطلع حجمها كبير جدا، وبتوصل برضو ممكن ل 600 جرام او 500 جرام حسب برضو موضوع التغذيه اللي انت بتقدمه للحمام بتاعك. في حاجه طبعا حابب اتكلم عليها، في حالات برضو بتحصل معانا او دروبات ممكن تحصل معانا ما تعرفش فيها الدكر من النتايه في الحمام اللاحم. يعني انا مثلا ايه عندي قص هنا، ساعات تلاقي مثلا الدكر قد النتايه، يعني اللي واقف قدامنا ده الدكر، دي النتايه. لو انا قومتها دلوقتي طبعا هي على حصى، انا مش عايز بس اقومها بس عشان اوريكم اهو، ادي النتايه يا جماعه. يمكن النتايه يمكن اكبر شويه كمان من الدكر. وكنت انا فعلا كمان بتلخبط ناس كتير جدا، ما بتقدرش ان هي توصف الدكر من النتايه اهو، ممكن الدكر بدا يزوف تمام. الدكر ده على فكره بص دماغه حتى كمان بتلاقيها صغيره، في كره طبعا بتلاقي دماغها ضخمه، وفي كره بتلاقي دماغها عامله زي دماغ النتايه مدوره، ولكن برضو هي بتبقى كره، عشان برضو في ناس بتتلخبط بين الدكر والنتايه، في نوتي بتبقى قليله وفي نوتي بتبقى كبيره، دي نقطه برضو حابب اتكلم عليها. في اللاحم الدكوره بتبقى قد النوتي بالظبط، او النوتي قصدي بتبقى قد الدكوره بمعنى صح، او في نوتي بتبقى اقل من الدكوره. في برضه حاجة تانية اتكلم عليها برضه في اللاحم، بتبقى اسمها طفرات، عشان في بعض الناس شافتها معايا في الفيديوهات، فكان في واحد شاف طبعا الدكر ده او القص ده، ويمكن انا اتكلمت عليه قبل كده اهو اهو زي ما انتم شايفين كده يا جماعة. هجيب الدكر كده اهو تمام كده يا جماعة اهو، شايف الدبوس ده؟ ده كده في ناس تقول لك ده مش لاحم، لا ده لاحم ولاحم كمان. في طبعا بعض الناس اللي هي بتربي اللاحم الفرنسي يمكن عارفه الموضوع ده، دي حاجه اسمها طفرات في اللاحم الفرنسي، ده مش عيب. الحمامه دي بتبقى نادره، يمكن ده اغلى قص انا شاريه في الحمام عندي بسبب الموضوع ده. ده كده يا جماعه الموضوع اللي انا حبيت اتكلم معاكم فيه، والمشاكل اللي احنا ممكن نقع فيها في الحمام اللاحم. زي ما انا اتكلمت يا جماعه في حمام ابيض هيعجب ناس كتير جدا، هيفتكروا ان هو حمام لحم بيور، ولكن هو والله ما بيور ولا يمس صله بالحمام اللاحم. وده انا شفته ولمسته في ارض الواقع، فحبيت طبعا انصح بيه الناس
عشان في بعض الناس هتقع في بعض المشاكل فيما بعد، فاحنا عايزين ان احنا نبقى محافظين على السلاله بتاعتنا في مصر، ويبقى الحمامه اللاحم بالبيور تبقى موجوده، عشان في بعض الناس بتقول لك مفيش هنا لاحم بيور في مصر. صدقني احنا عندنا حمامه لاحم بيور 100%. دي كانت نهايه حلقتي معاكم، يا رب كده اكون قدرت اقدم ماده مفيده لحضراتكم. ما تنسناش في نهايه الفيديو باللايك والشير واشتراك في القناه، دعم لي ودعم للقناه، ويا ريت تفعل زر الجرس ليصلك كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.